يا يوسف أعلم وتيقن أن هذه الساعة هي أول ساعة لك من ساعات الآخرة وآخر ساعة لك من ساعات الدنيا. اطمئن يا يوسف، سأكون معك في رحلتك البرزخية. أنا صدقتك. وهذا القيد، ننتظر من سيقودنا في رحلتك. حسن خلقك،
أنت من ستقودنا في الرحلة؟ عندما تفك القيود سيأتي. وأنا عملك التطوعي. أنت الذي ستقودنا. أنا برك بوالديك، وسيقودنا من هو خير منا جميعا. بالتأكيد أنت الذي ستقودنا. من أنت؟ أنا الصلاة. تكن من المصلين. الصلاة عمود الدين. إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها.
إلهي 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 لم أكن إليك من المصلي إليك من المصلي إليك من المصلي ولكني بدأت ولكني بدأت ولكني بدأت لقد توضأت قبل أن تقبض روحي قبض روحي عازما بأن أبدأ عازما أن أكون من المصلين إلهي 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 لقد رحلت عن الدنيا بوضوئي فقد جعلك الله في زمرة المصلين.